السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبيبي، معكم السيبة رجب، معلم أول وإنجليزية. النهاردة إن شاء الله مكملين معاكم حل وشرح منهج الصف الخامس كونكت 5 من كتاب المعاصر 2023 الفصل الدراسي الأول. والنهاردة إن شاء الله مكملين معاكم الوحدة الخامسة يونت 5، هنشرح مع بعضنا النهاردة لسون 5 and 6 الدرس الخامس والسادس، وكمان هنحل اختبارات شاملة على الوحدة الخامسة. Big number 263 263. طبعا عندي lessons 5 and 6 الدرسين الخامس والسادس، عندي درس منهم writing درس كتابة، والتاني درس project المشروع. تعال نشوف المين فوكاب معنا الكلمات الرئيسية. بيقول لك عملية جراحية يعني operation operation T I O N بجيبشن operation operation. طبيب بيطري vet 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 اللي هو بيعالج الحيوانات يا ولاد. ده متحمس أو شديد الاهتمام keen 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 operation operation vet vet keen keen keen. زميل في فريق العمل، زميل في فريق العمل يعني teammate teammate teammate. مبرمج حاسوب computer programmer computer programmer computer programmer. حفلة موسيقية concert concert concert. ريف كانتري سايد كانتري سايد كانتري سايد كانتري سايد كانتري سايد. فريق عمل جماعي تيم وورك تيم وورك تيم وورك. كمبيوتر بروجرامر كمبيوتر بروجرامر. كونسرت كونسرت. كانتري سايد كانتري سايد كانتري سايد. تيم وورك تيم وورك تيم وورك. مريض، عندي بقى الاكسترا فوكابل الكلمات الاضافيه. مريض سك سك سك. متسع اخوان نظيف ديرتي dirty dirty dirty. صغير السن او شاب young 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 young. فريق team team team. مسافة distance distance distance. تقرير report report report. عجوز old old old. وريد sick sick. متسخ dirty dirty. صغير young young. فريق team team. مسافة distance distance. تقرير report report. عجوز old. معا together together together. مجروح injured injured injured. نظيف clean clean clean. الأسوأ worst worst worst. ألعاب computer computer games computer games computer games. وظيفة مكتبية office job office job office job. حل المشكلات solving problems solving problems solving problems. حلول solutions solutions solutions. يبقى عندي T I O N بجيبشن solutions. مبكرا early early early. معلومات information information information. علوم science science science. تجربة معملية experiment experiment experiment. تجربة معملية experiment experiment. لعبة كرة القدم football football football. هدف أو غرض aim 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 aim. conjugation و verbs صرفات الأفعال. عندي أفعال منتظمة regular تنتهي بالD والED والIED. أفعال غير منتظمة تحفظ كما هي لأنها ليس لها قاعدة ثابتة. يمانع أو يهتم mind mind. الماضي منها minded minded. يخيف scare الماضي منها scared. يكره dislike dislike it. يوافق agree agreed. mind minded mind minded. scare scared scare scared. يكره dislike dislike it dislike dislike it. agree agreed agree agreed. غير منتظمة يحضر bring الماضي منها brought جيت silent. bring brought bring brought bring brought. يصبح get الماضي منها got get got get got. يفكر أو يعتقد think الماضي منها thought think thought think thought. يقابل meet الماضي منها met meet met meet met. يفوز win الماضي منها won bring brought get got think thought think thought. Think so meet 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 meet. Win one win one win one. نقلب الصفحة 264.
تعبيرات هامة. يمرض أو يصاب بالمرض يعني هي get sick. get sick. أنا معتاد على ذلك. I'm used to it. I'm used to it. يعمل مع work with. أنا لا أمانع. I don't mind. يلعب من الفراش. get out of bed. يكون صداقات. make friends. يستنبط أفضل الحلول. work out the best solution. work out the best solution. الهدف من the aim of. لتجعل نقط أفضل. to make not better. to make not better. الجزء الأسوأ في the worst part of. the worst part of. لست متحمسا لي. I'm not keen on. I'm not keen on. تعال نكمل الفراغات. scare يعني يخيف. operation عملية جراحية. vet طبيب بيتر worst الأسوأ. my pet حيواني الصغير is sick مريض. it needs an محتاج ايه an operation عايز عملية. النقط helps animals to get better. فيت من اللي بيساعد الحيوانات انها تكون صحتها تكون افضل طبعا. فيت the dogs الكلاب not me so I don't like playing with them. scare me يعني خوفوني. تعال نشوف نص الدرس بقى. عندي اول بنت بتتكلم على وظيفتها. my name is رنا. انا اسمي رنا. I work with animals اعمل مع الحيوانات. and I love my job بحب وظيفتي. يبقى هي بتشتغل في الطبيبة البيطرية. if animals are sick لو الحيوانات بيكونوا مرضى. or injured أو مصابون. I help to them I help to make them better بساعدهم يكونوا بصحة أفضل. some days بعض الأيام I work inside بعمل بداخل المنزل. and people bring their animals to me والناس بيجيبوا الحيوانات بتاعتهم عندي البيت. if an animal needs an operation لو في حيوان محتاج عملية جراحية. the room has to be very very clean لازم الغرفة اللي اعمل فيها العملية تكون ايه نظيفة جدا جدا جدا. on other days في باقي الايام I go to people's houses بروح منازل الناس. or farms او المزارع to check on the animals علشان اكشف على الحيوانات او افحص الحيوانات. it can be very dirty in some places قالك بعض الاماكن اللي بتروحها بتكون متسخة جدا. but I don't mind لكن لا امانع ما عنديش مشكلة. I lived on a farm with when I was younger. أنا كنت عايشة في مزرعة لما كنت صغيرة. so I'm used to it عشان كده متعودة على الحاجات دي متعودة على المزارع. and I love the countryside وبحب ايه الريف. countryside قلنا يعني الريف. what is the worst part of the job ما هو الجزء الأسوأ في الوظيفة. ايه أسوأ حاجة في الوظيفة دي. it's when an animal gets sick عندما يمرض الحيوان. in the night في الليل. and I have to get out of bed ولابد علي أن أنهض من الأي من السرير أو من الفراش. دي أكتر حاجة بتضايقني في الوظيفة. صفحة اللي قصادها نشوف وظيفة تانية. 265 الولد التاني اسمه شريف. هلو مرحبا I'm شريف أنا شريف. يبقى لما أحب أتكلم عن الوظيفة لازم أقدم نفسي الأول. when I was young عندما كنت صغيرا I knew كنت عارف I didn't want to work with animals كنت عارف ان انا مش عاوز ايه اعمل ابدا مع الحيوانات. ليه؟ they scare me لانهم ايه يخيفوني بخاف منهم. I am not keen on being outside وما عنديش الحماس مش متحمس ابدا ان انا اعمل بالخارج. so I wanted an office job عشان كده عايز وظيفة ايه على مكتب. when I was young لما كنت صغير I loved playing computer games وكنت بحب ألعب ألعاب الكمبيوتر. I also really enjoy solving problems وكمان كنت بحب إيه حل المشكلات. so in my job لذلك في وظيفتي I do both بعمل حاجتين بشتغل على مكتب وإيه وحل المشكلات. I also enjoy working with other people أستمتع بالعمل مع الآخرين. there are 16 people in my team معايا في الفريق بتاعي 16 إيه واحد. we don't always agree لا نتفق دائما. but we work out the best solutions يعني ايه يقول لك بنصمت ايه او نصل الى افضل الحلول. بيعرفني بقى ازاي اتكلم عن اي وظيفه. when you are thinking about a job لما تفكر في وظيفه it's important to think about what you like and dislike لازم تقول ايه اللي بيعجبك في الوظيفه دي ولا مش بيعجبك. مثلا being indoors or outdoors انك تكون في الداخل او الخارج. traveling long distances السفر لمسافات طويله ولا getting up very early الاستيقاظ بكرا جدا. writing reports انك تكتب تقارير او
meeting المقابلة الأشخاص أو talking to new people إنك تقابل الناس أو تتحدث إيه معهم. لازم أفكر في الحاجات دي كلها لما أفكر أتكلم عن أي وظيفة. نقلب بالصفحة 266. It's also important to think about what you are good at and you are not so good at. لازم كمان تفكر في الحاجات اللي انت ايه تجيدها والتي لا تجيدها، زي solving problems حل المشكلات تجيد ولا لا تجيد، helping sick people or animals مساعدة الأشخاص أو الحيوانات المريضة، making new friends تكون صداقات جديدة، working in a team العمل في فريق، reading lots of information قراءة الكثير من المعلومات، writing skill ليه ايه مهارة الكتابة، how to write about your future job ازاي تكتب عن وظيفتك المستقبلية، my future job وظيفتي المستقبلية، when I'm older عندما اكبر I want to be an what او اسم الوظيفة because not بحبها ليه، I think this is a good job for me اعتقد ان دي وظيفة جيدة بالنسبة لي because I like عشان بحب كذا، I am good at كذا وانا جيد في كذا، and I enjoy بستمتع بكذا، I don't want to be an what لا اريد ان اكون كذا because I am not good at not also I don't really enjoy not. تمام، دي خطوات كتابة ليه او التحدث عن اي وظيفة. يلا بينا بقى نشوف الدرس السادس. عندي ازاي اعمل ملصق اعلاني عن ايه او اعمل بوست عن الايه التيم ورك اللي هو العمل الجماعي، العمل الجماعي. يعني مثلا ده اول واحد بيقول لك I work in a team اعمل في فريق، in science اعمل في فريق العلوم، when we are doing an experiment عندما نقوم بعمل التجارب، اعمل في فريق مادة العلوم عندما نجري تجربة معملية. طيب تاني واحد من ده يقول لك I work in a team اعمل في فريق، when I am playing football عندما العب كرة القدم، I work in a team when I play when I playing football. يبقى بتقول لك ايه I work in a team when I help mom in the kitchen at home اعمل في فريق عندما اساعد ماما في المنزل في المطبخ. دول بيقولك ايه school concert حفل المدرسة الموسيقى، I work in a team for the school concert اعمل في فريق من اجل حفل الموسيقى المدرسة. يقولك when you work in a team عندما تعمل في فريق، you work with other people تعمل مع ناس اخرين، to do something together للقيام بشيء ما معا. For example على سبيل المثال يا ولاد the aim of a goal sorry the aim of a football team is to win بيكون هدف فريق كرة القدم ان هو يفوز او الفوز. You work with your teammates انت بتعمل مع زملاء الفريق، to do this عشان تحققوا ده او تقوموا بده اللي هو ايه الفوز. You can't win a football match by yourself لن تستطيع ان تفوز مباراة كرة قدم بمفردك، لازم مساعدة الايه الاخرين. عندنا general exercises على الدروس الخامس والسادس 268. تعال نكمل المحادثة. بقول لك read and complete the text with words from the box. بدل يعني ايه افضل، animals حيوانات، sick mullet operation يعني عملية، ها biography اللي هي السيرة الذاتية. My name is ريم انا اسمي ريم، I am a vet انا طبيبة بيطرية، I work with animals اعمل مع الحيوانات، and I love my job بحب وظيفتي، if animals are not or injured لو سك الحيوانات بتكون مريضة او ايه او مصابة I help to make them اعمل لهم ايه operation عملية. Some days في بعض الأيام I work inside بعمل بالداخل and I bring their animals to me وأخلي الحيوانات تجي الناس تجيب لي حيوانات لحد البيت. If an animal needs لو أي حيوان يبقى دي كلمة بدر أساعدهم عشان يكونوا ايه حياتهم ايه وصحتهم أفضل. إن كلمة operation هكتبها هنا بقى، لو الحيوان محتاج operation عملية operation لازم الروم has to be very clean لازم تكون نظيفة جدا علشان التلوث. read and match A with B تعال نوصل A ب-B. think about traveling فكر في السفر ايه
long distance السفر مسافات طويلة. It can be very dirty ممكن يكون متسخ جدا. فين importance في الحظائر؟ دي اسمها حظيرة بيربوا فيها الحيوانات. I love solving problems بحب حل المشكلات. I work in a team بعمل في فريق. وين I am playing football لما ألعب كرة القدم. I help my mom in the kitchen بساعد ماما في الكيتشن. عندنا بعد كده سؤال الترتيب. The aim of the football team is to win أن تفوز. The aim of the football team is to win. I am good at making new friends. أنا جيد في تكوين صداقات جديدة. I want to be a biologist. عاوز أكون عالم أحياء. بعد كده would you like to be a scientist. هل تحب أن تكون عالما؟ He works out the best solution. يصمت أو يصل إلى أفضل الحلول. صفحة الوسطى 269 قطع عليها أسئلة. هلو I'm أحمد. أنا أحمد. When I was young وأنا صغير I knew I didn't want to work with animals ما كنت بحب أعمل مع الحيوانات. ليه زي من هم الحيوانات scare me بيخوفوني. I'm not keen on being outside ولا أكل متحمسا في الوجود خارج المنزل. So I wanted an office job عايز وظيفة مكتب. When I was young يعني ما بحبش الوظائف اللي بتكون بالخارج بحب وظيفة إيه على المكتب داخل المكتب. When I was young لما كنت صغير I loved playing كنت بحب ألعب كمبيوتر جيمز. I also really enjoy solving problems كنت بستمع بحل الايه المشكلات. So لذلك in my job for safety I do both بعمل حاجتين دول. I also enjoy working with other people بستمتع في العمل مع الآخرين. There are 16 people in my team معايا 16 واحد في فريقي. We don't always agree لا نتفق دايما but we work out the best solution يعني بنحاول نصل إلى أفضل الحلول. اختيارات أحمد didn't want to work with أحمد ما كانش عايز يعمل معايا مع الحيوانات. أحمد loved playing computer games كان بيلعب أحب يلعب ألعاب اللي هي الكمبيوتر. أحمد works in a أحمد يعمل في team. ال underline pronoun زي الضمير زي يعود على ايه animals. What do أحمد and his team do هو فرق بيعملوا ايه. يصل الأفضل إلى الحلول. سؤال الاختيارات. Number one I'm playing not in a team ألعب إيه مع الفريق طبعا كرة القدم فوتبول. I enjoy new friends making استمتع بتكوين الصداقات الجديدة. It's not to think about working in a team. It's important من الهام أن تفكر في العمل في فريق. A vet will better help not animals to get better بيساعد الحيوانات المريضة السيك animals. تمام كده انتهينا من حيث تدريبات الدرس الخامس والسادس. يلا بينا بقى نشوف اختبار شامل على الوحدة الخامسة كلها. بعد كده 276 عندنا general exercises on unit 5 عندنا تمرينات شاملة على الوحدة الخامسة كلها. أول سؤال معايا listen and write true or false هنشوف الكلمات دي الجمل دي صح ولا غلط بس بعد ما نسمع للنص الاستماع.
اسمعوني كويس، listen to me carefully. When you work in a team، عندما تعمل في فريق، you work with other people، تعمل مع الآخرين، to do something together، لكي تكون بعمل شيء معا. For example، على سبيل المثال، the aim of a football team، هدف فريق كرة القدم is to win، هو الفوز. You work with your teammates، انت بتعمل مع زملاء الفريق، to do this عشان تحققوا ده. You can't win a football match alone، لا تستطيع ان تفوز مباراة كرة القدم مفردك. When I help my mom in the kitchen، لما بساعد ماما في المطبخ at home، I work in a team، اعمل في فريق ايضا. تعال بقى نشوف true ولا false. Number one، you don't work with people when you are in a team، انت لا تعمل مع الناس عندما تكون داخل الفريق. طبعا غلط، لا اعمل مع الناس. The aim of a football team is to win، طبعا true. You work with your teammates to win، تعمل مع زملاء الفريق لكي تفوزوا، صح. To win in a football match you must work alone، لكي تفوز مباراة كرة القدم يجب أن تعمل بمفردك، لا طبعا فولس. تمام. السؤال الثاني بيقول لك read and complete the dialogue with words from the box. دكتور طبيب نايت الليل سيك مريض جوب وظيفة في الطبيب بيطري. أبي يسأل بي بيقول له هلو what do you want to be، ماذا تريد أن تكون؟ قال له I want to be a vet، عاوز أكون vet، طبيب بيطري. قال له why do you want to be a vet، ليه عايز تكون vet؟ قال له because I love helping sick animals، بحب أساعد الحيوانات المريضة. قال له what is the worst part of this job، إيه أسوأ جزء في الوظيفة دي؟ قال له it's when the animal gets sick، عندما تمرض الحيوانات. At night في الليل. And I have to get out of bed، ولازم انهض من السرير. الترتيب animals الحيوانات مالها need، محتاجة يا ولاد need food، محتاجة الطعام. and water والمياه. to survive لك الطبق على قيد الحياة. بعد كده اتور جايد المرشد السياحي. works in tourism يعمل في السياحة. he is resting against a tree، هو مصرك على الشجرة او راكن على الشجرة. you must be يجب ان تكون quite هادئا، فين؟ in the library، وانت في المكتبة يجب ان تكون هادئا وانت في المكتبة. صفحة اللي قصادها 277 وعندي سؤال اختيارات. بيقول لي يو نقط يوز ذا سيل فون، الهاتف المحمول، when you drive، طبعا دي you mustn't يجب الا تستخدم الهاتف المحمول. he not his hands before eating، هو بيعمل ايه لايديه؟ وشز يغسلها، يغسل ايديه قبل الاكل. ده مضارع بسيط. ايكو سيستم النظام البيئي، از نقط between living and non-living things، هو عبارة عن ايه يا ولاد؟ connection اللي هو ايه؟ ترابط بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية. يوسف بلاي ذا بيانو، يوسف بيعزف على البيانو، هيز ا بيانيست، عازف بيانو. يو نوت فورجيت يور بوكس، يو مصنت، يجب الا تنسى ايه؟ كتبك. تعالى نشوف كده على الأسئلة دي. Today اليوم more than 3 million people in Egypt work in tourism، النهاردة أكتر من 30 مليون شخص، سوري 3 مليون شخص في مصر بيعملوا في السياحة. There are hotel managers، في مدير الفنادق، waiters النوادل، chefs الطهاة، boat captains قوائد الايه المراكب، hotel workers عاملوا الفنادق، farmers المزارعون، drivers السائقون، and shop owners و مين دول بقى؟ أصحاب المحلات. all of these people، كل الناس دي، help to make Egypt، كلهم بيساعدوا في انهم يجعلوا مصر one of the world's best places to visit for a holiday، أفضل مكان في العالم لك تقضي في الأجازة. and of course وبالطبع one of the most important jobs is a tour guide، وبالطبع أحد أهم هذه الوظائف من المرشد السياحي. tour guides المرشدون السياحيون من هم؟ show tourists the country، بيوروا
أو يعرضوا البلد they are visiting اللي بيزروها السياح. They need to know about the places that the tourists want to visit. لازم يكون على دراية شاملة بكل المعلومات عن الأماكن اللي بيزروها السائحون. But they also need to be friendly. لازم كمان يكونوا friendly ودودون and welcoming ومرحمون ومرحبون. So that tourists have a good holiday. لكي يقضي السائح أجازة سعيدة. True ولا false بقى يا ولاد؟ بيقول لي tour guide المرشد السياحي show tourists the country بيوضح له ويوري له الدولة. طبعا true. Tourists want to visit many places in Egypt. السياح يريد أن يزور أي أماكن عديدة في مصر. طبعا true. بعد كده the guides tour guides shouldn't be friendly to tourists. يجب ألا يكون المرشد السياحي ودود مع السائحين. طبعا دي حاجة غلط جدا. نقلب الصفحة ونكمل. 278 سؤال هنجاوب عليه مع القطعة. بيقول لي how many people work in tourism in Egypt؟ كم عدد الناس اللي تعمل في السياحة في مصر؟ نقول more than يعني أكثر من 3 million people. What is the most important job in tourism؟ ايه اهم وظيفة في السياحة؟ طبعا مين؟ التور جايد مرشد السياحي. بانكت ويت. What do you do؟ ماذا تفعل؟ W اول كلام وفي الاخر ايه question mark. بعد كده I want to be a crafts person. اريد ان اكون حرفي. I capital افضل ماشي ما عنديش حاجة هنحط ايه النقطة. بعد كده عايز باراجراف عن ايه a desert ecosystem اللي هو ايه النظام ايه الصحراوي. لو طبعا الجزء ده من الدرس عند صفحة 240 هنا في كتاب المعاصر اهو. هنرجع كده بس عشان يختصر لوقت الفيديو. او عندي نظام الصحراوي في مصر. هتقول about 90% of Egypt's land اكتر من 90% من مساحة مصر is desert areas مناطق صحراوية. It looks like nothing can live in these areas. يبدو وكأن لا يوجد شيء حي في هذه المناطق. But there are many different animals. لكن في حيوان كتير in Egypt's deserts في صحاري مصر. Such as camels, gazelles, jackals, ibex and foxes. There are also plants such as cypress and acacia. وكمان فيها حيوانات ونباتات عندنا زي مين؟ نباتات عندي زي التمارسك والاكيشا. كده حبيبي انتهينا بفضل الله من حل وشرح اخر درسين معايا في الواحدة الخامسة. الدرس الخامس والدرس السادس وكمان احنا اختبار الشمل على الواحدة الخامسة كلها. انتهينا من الواحدة الخامسة. استنونا ان شاء الله الفيديو الجاي نبدا مع بعضنا ان شاء الله يونت 6 الواحدة السادسة من المعاصر وبيت وجيم. كل حاجة موجودة هنا على القناة في قوائم التشغيل. افتح قائمة التشغيل سنة خمسة هتلاقي كل الدروس مشروحة ومحلولة من المعاصر وبيت وجيم. بتمنى لكم النجاح والبر والتوفيق باذن الله. كانت معكم ميس هبه رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.